الله سبحانه وتعالى أعانك بحجابين ولسانا وشفتين. عندما تريد أن تتكلم بكلمة الغيبة فيها حلاوة، التهمة فيها حلاوة للنفوس العادية، الكلمة أرادت أن تخرج، الله سبحانه وتعالى زودك بهذين الحجابين، تسد هذين الحجابين، تطبق الشفتين إحداهما على الأخرى وتبتلع تلك الكلمة. هذا يحتاج إلى سيطرة، هذا يحتاج إلى مقاومة. الشيطان أول من يدخل في السوق وآخر من يخرج من السوق، الصائغ أو الكاسب، أي كاسب في السوق، مرت أمامه فتاة، النفس تنازعه إلى النظر، ولكن الله سبحانه وتعالى كما في الحديث الشريف أعانك بالجفنين، تطبق إحدى الجفنين على الأخرى، أو تغض، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، إذا ما تغمض عينك غض من عينك، يعني ألقي بنظرك إلى الأرض.